أنا أكرر هذا الكلام أكثر من مرة لأن هناك مفتين مفترين يقولون على الله بغير علم ويزبدون ويرعدون في بعض القنوات الفاسدة مثل القناة اليهودية الخسيرة التي زرعت في قلب العالم الإسلامي لتبث الفرقة ولتبث الشر ولتدعو إلى الخروج ولتشوه علماء الأمة سمعة علماء الأمة ولتطفئ نور الله ولتؤيد كل دخيل على الإسلام، فاحذروا منها. والله ما تدعيه من غير على العرب أو على المسلمين إنه ادعاء زائف، بل إنها هي التي تفرق وتسهم إسهاما مباشرا في النخر في عظام الأمة. نسأل الله أن يقيض لها من يفجرها. إنها قناة فاسدة. قل لك ما فيها تمثيليات ولا أغاني، واحد يحتج علي مرة قل لي طيب والله فيها ما هو أخطر من التمثيليات والأغاني. لا شك التمثيليات والأغاني شر عظيم، لكن في هذه الخسيرة أعظم من التمثيليات والأغاني، وهو تفريق الأمة وزرع الشر وتشويه العلماء والسعي لتنفيذ ما يدعو إليه الغرب والشرق من هدم الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يقيض لها من يفجرها. نسأل الله أن يقيض لها من يفجرها. نسأل الله أن يقيض لها من يفجرها.